وكل منطقة تكتسب قيمتها من تاريخها، فتحاكيك أماكن فيها عند زيارتها عن زمان مضى، عن أحداث وعن رجالات. وفي سكيكدا هذه الولاية الضاربة في أعماق التاريخ، هناك معالم كثيرة ومنها المعالم الدينية التي صنعت ولا تزال الحدث، هي المساجد العتيقة التي لعبت دورها سواء في المحافظة على الهوية الوطنية الإسلامية ونشر الوعي بين السكان لمحاربة الاستعمار قديما. مساجد سعى السكان الأوائل لسكيكدا لتشييدها رغم كل الصعاب، فكانت منابر علم ومنابر لنشر الدين ولا تزال. ومن بين هذه المساجد مسجد سيدي علي الكبير بمدينة القل غربي الولاية، الذي يعتبر أحد المعالم البارزة فيها، فالداخل لمدينة شورو برا أو بحرا يقابل هذا الصرح الذي ذكرت بشأنه العديد من الروايات. لكن المتفق عليه أنه بني على أنقاض معبد روماني في حدود منتصف القرن السابع عشر. المسجد العتيق أو مسجد الكبير أو مسجد سيدي علي الكبير، يعني هذه التسميات تحمل معنى واحد لمبنى بني ذات يوم من سنة 1756 من طرف أحمد باير القلي، أو تقول بجل البحوث أنه بني على بقايا أثرية لمعبد روماني، هو معبد نبتون، معبد إله البحر والمحيطات. وبالتالي أن هذه الأعمدة التي تشكل أكثر من 21 عمودا أتي بها من القل والمناطق المجاورة إلى مدينة القل. المبنى حضية بتوسيعة أخرى سنة 1933 إبان الحقبة الاستعمارية، وقدم الكثير واحتضن الكثير من العمليات الفدائية أثناء الثورة التحريرية، ويبقى معلم وواجهة للمدينة حتما الداخل إليها بحرا أو برا سيصطدم بهذه الزخرفة لهذا المبنى العتيق الذي حضي بالترميم في سنة 2013 بعناية خاصة من وزارة الثقافة، واستهلك غلاف يقارب 4 مليارات. وبجنوب الولاية وتحديدا ببلدية سيدي مزغيش يشمخ معلم آخر منذ سنة 1935، هو المسجد العتيق الذي لا يزال مقصد مئات المصلين لما له من معزة خاصة في قلوب سكان البلدة. المسجد الذي يتوسط المدينة القديمة يتميز عن باقي مساجد الولاية بمنبره المبني بالحجر الذي خطط له وبناه بناء إيطالي يدعى برميطا. ورغم ذلك فإن المسجد يحمل الطابع الإسلامي في بنائه، خاصة فيما يتعلق بالأعمدة والزخارف الهندسية. يعد المسجد العتيق ببلدية سيدي مزغيش من أقدم المساجد بالبلدية، يتميز بطابعه الإسلامي بجماليته رغم حجمه الصغير. فقاعة الصلاة تتميز بمميزات هندسية جد جميلة. يعود بناء هذا المسجد إلى ما بين سنتي 1935 و1939 بين الحقبة الاستعمارية. هذا المسجد له أيضا حوادث تاريخية عرف بها، وهي زيارة شخصيتين مهمتين في تلك الفترة، ونقصد بهما الشيخ عبد الحميد بن بديس والبشير الإبراهيمي. ما يميز هذا المسجد جمالية الزخارف الهندسية، سواء في الجدران حيث زينت ببلاطات الزليج على شكل الفسيفساء، إضافة إلى انفراد هذا المسجد بمنبره الحجري الذي بني بالحجارة يعني. وهذا النوع من المنابر لا يوجد يعني على مستوى ولاية سكيكدا، ولهذا فهذا المسجد ينفرد بهذا النوع من المنابر.
مسجد عتيق آخر ببلدية عزابة شرقي الولاية، فتح أبوابه أمام المصلين ذات يوم من سنة 1924. ورغم أنه شهد عملية توسعة، غير أن القائمون عليه حافظوا على القسم القديم منه ليكون بمثابة كتابة للتاريخ عن هذا المعلم الذي لا يزال يستقطب ألف المصلين في كل الأوقات. أحكي لك على وسمعت عن المسجد العتيق هذا. هو الحاج طاهر مجدوب رحمه الله حكى لي وقال لي المسجد هذا هذلوا عليه في 1918 بيدور المسجد هذا، ولظروف الحرب حرب العالمية الثانية حبسوا عليه وبقى المسجد حابس ما فيهش خدمة حتى الـ24 في عدة الحرب العالمية الثانية، ولاو دخلوا في المسجد هذا يبنوا فيه على حسب ما حكى لي في 32 فضل المسجد نهائيا. في 32 داروا عليه اجتمعوا في ذاك الوقت اللجنة الدينية، ما نقدرش نقول لك هو شكون اللي جا هنا ودار عليه باه فتحوا بصفة رسمية في 32. في 32 افتح المسجد بصفة رسمية إلى يومنا هذا، هذا المسجد العتيق. هي مساجد من بين العشرات التي لها تاريخ وقصة مختلفة بروسيكادا، مساجد لا تزال تجذب إليها المصلين منذ عشرات السنين، خاصة وأنها تقع وسط المدن القديمة وما لذلك من وقع خاص على سكانها.